يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء ومعتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.